تتميز بصمات الإنسان بأنها مفصلة وفريدة من نوعها، ومن الصعب جدا تغييرها، وهي دائمة وثابتة على مدار حياة الإنسان، مما يجعلها أفضل وأسهل وسيلة لتعريف الشخص على المدى الطويل. وتفخر الكويت بأبنائها في جميع المجالات، حيث كان لهم أثر كبير وتركوا بصمات كويتية. محمود الكويتي. محمود عبد الرزاق علي النقي المعروف باسم محمود الكويتي، أحد أهم أهرامات الأغنية الكويتية، ورائد من الرواد الذين صنعوا مجد الأغنية الطربية، فأعماله الغنائية وألحانه تعد بصمة مميزة للفن الغنائي في الكويت. ولد الفنان محمود الكويتي في منطقة شرق عام 1910، وبدأ حياته الغنائية عندما كان نهاما على ظهر السفينة في رحلات السفر التي تستغرق شهورا عدة. تعلم العزف على آلة العود عن طريق الممارسة والاستماع لعزف الآخرين، ومن هؤلاء يوسف البكر ومحمد بن سمحان، وكذلك من خلال سماعه للإسطوانات الخليجية والعدنية والعربية. وكان يعشق سماع عزف محمد القصبجي على آلة العود، وكان يحرص على أن يقتني الإسطوانات التي تحتوي على المعزوفات العربية والخليجية. في العشرينيات من القرن الماضي ظهر محمود كفنان مطرب مع عدد من الفنانين انذاك، منهم عبد الله الفضاله وعبد اللطيف الكويتي وصالح الكويتي وداوود الكويتي وملا سعود الياقوت. وقد عمل الفنان الراحل في اذاعه الكويت منذ افتتاحها في عام 1951، وسجل خلال مسيرته الفنيه عده اسطوانات، من اشهرها متى يا كرام الحي. ولمحمود الكويتي العديد من الأغاني العاطفية الناجحة، منها والله عجبني جمالك، حرك شجوني، ارفع البوشية، يا حمام الناح، يا الله تجبر خاطر المكسور، وشقول يهل الهوى. وله رصيد كبير من الأغاني والألحان يقدر بحوالي 200 لحن غنى غالبيتها، وسجل 4 اسطوانات في بغداد و6 اسطوانات في الهند. وكانت آخر أغنية سجلها بعنوان روح دور بدالي من كلمات بطل البذالي عام 1982 في استديو الموسيقى بإذاعة الكويت. ولحن الراحل محمود الكويتي لعدد كبير من المطربين والمطربات من الكويت والفنانين العرب الذين كانوا يزورون الكويت للمشاركة في حفلات العيد الوطني، من بينهم مبارك المعتوب
وراشد سلطان وحمدان الساحر وغازي العطار وحورية سامي وغريد الشاطئ وآخرون. ومن أكثر شعراء الأغنية الذين تعاون معهم الشاعر بدر الجاسر وسلطان عبد الله السلطان وفهد بورسلي وخالد العياف وعبد العزيز البصري ويوسف المنير. ترك الراحل محمود الكويتي الذي وافته المنية في 16 يوليو 1982 ثروة غنائية من الأغنيات التراثية والمطورة أثرى فيها المكتبة الإذاعية والتلفزيونية. رحم الله الفنان محمود الكويتي وأسكنه فسيح جناته حيث كانت له بصمات كويتية.